ربي صلي عليه وسلم. يا ربي بلغه المسيلة. يا ربي نصره للفقيه. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي ارضى صحابه. يا ربي ارضاني سلاله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ارضاني المشايخ. يا ربي فارحمني بهدايه. يا ربي ارحمنا جميعا. يا ربي ارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي اغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع. يا ربي يا سميع الدعاء. يا ربي بلغنا شكره. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ترشدنا بنوري. يا ربي بل تنزل شطر موسم الشرع
وزدنا كل هيبة ربا وانت السماوات والأرض وجه الملائكة تقريرا وتفكيكا واستغفارا سبحان Thank you.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pembacaan selawat nabi yang telah dipandu oleh pesan dari pesantren terakhir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore ini pada akhirnya mendapat sahabatnya Yoyo yang kami membawa ke rumah. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustaz Tatrawan kepada beliau kami persilakan. وقت في دار سادات واسمنجات في حياتي وابنتي عمرها وفي حجاتنا وحجات مسافة حمد سببنا اللهم صل على قاتل ما خلق وخاتل ما سبب نسر الحق بالحق والهادي الى سنه قبر المدن اللهم صل على سيدنا محمد نور الدين وسر سر بسر اسمه وصفاته وعلامه اللهم في ولدي ورحمتي اللهم ربي لسرارة ولجم سنة المؤمنين ومن الأحياء منها الأموات اللهم بلغنا انفسنا وان لم تغفر ترحمنا لكم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحه Bapak Ibu yang kami hormati, setelah beradanya Ramadhan ini, maka berarti juga seluruh rangkaian pada sore hari ini kami selalu membawa acara maka tidak ada kekurangan. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Ambil kata, wabila baik-baik dan daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فَسَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ
Thank you.
Thank you.